بيكم في حلقة جديدة من حلقات اضرب مع سري، ورجعنا لكم بعد الترندات وبعد الكومنتات وبعد طلباتكم ان احنا نكمل ريفيوز اكل ونطحن سوق اليوتيوب في عالم الريفيوز. رجعنا لكم وبوجوه جديدة، ومش اي وجوه. لما قلنا بتايز احسن بيتزا مارجريتا في مصر، انا اسف يا عم سعيد، ولكن لازم ابتدي بملك البيتزا في العالم. صح جدا. اقسم بالله قبل ما يتكلم انا احكي لكم بس عن نبذة. الراجل ده عارفه بقالي 6 سنين، عمري ما شفته بياكل غير بيتزا مارجريتا او خضار لو غير يعني في هذا الاسبوع. منور يا كاموليا. الحمد لله. انا اللي قلت لك لو عملت بيتزا من غيرها هتبقى مشكله. لا ما ينفعش. عيب عيب. ما ينفعش. انت شفت عمره بياكل؟ عمري في حياتي بقى برضو تقريبا الخمس ست سنين ما بياكلش حاجه غير البيتزا. يا جماعه انتوا فاكريننا بنافور. لا ده حقيقي بنافور. هو اكتر شخص ممل في العالم. يعني هو بيتزا بس. بس ممكن يغير انواع، اللي هو كل اسبوع الاسبوع ده نغير نطلب بقى حاجه جديده. نطلب ركزوا معاه هو بقى مش معانا احنا. بيطلب حاجات عشوائيه يعني بالذات ما تفهمهاش في الحياه. نشوف كل واحد ليه ستايل كده اللي هو بتاع الوقت بتاعه يعني. انا بحب بيتزات. عارف ايه اللي انا وحشاني جدا وهنشوفها قريب؟ بيتزات بتاعه الساحل دي. هنروح لها قريب. لا يا الكره الصغيره دي والفطير والحاجات دي بتاعه القديم. لا الساحل القديم مش لا ده الكبير. عارف كل انواعهم واشكالهم. احمد كمال بتاع البتايز بتاع افلام. ربنا يخليك. معانا ومعانا استاذ سعيد الهتمي. طبعا انت خلصت حلقات بدري وقلت تيجي تاكل. انا جعان قوي ما اتغديتش. وفرصه بقى يعني فرصه اتغدى النهارده. ده اختيار سعيد للحلقه النهارده، احنا بنحبه فهو موجود معانا. ويبقى نوع اخر برضه عشان ما نقولش ان احنا مركزين مع بتاع افلام. لا كمان في بني ادمين عاديين. شخص مش خبراء بتايز يعني زي عموما انا مش خبير في الاكل بشكل عام وباين عليا. 5 بيتزات النهارده فيها التحدي بعد ما خدنا رايكم في الكومنتات، وكان ترشيحات اقوى 5 بيتزات مارجريتا اللي معروفين حاليا حتى الاجزاء الاخرى. اولهم بابا جونز، ومعانا دومينوس بيتزا، ومعانا بيتزا بريموز، ودي برضو جالي عليها كومنتات، ومعانا بيتزا كينج فاكرينها بتاعت المدارس. ايوه عارف. ومعانا بيتزا هات طبعا الاوريجينال. ايوه. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت، بكل بساطه احنا البيتزات بتتشال من قدامنا وبينزل كل نوع لوحده، ما بنعرفش عنه اي شيء. انا هعرف. انت اكيد هتعرف. بس ما تقولش. ماشي اكيد. هندي التقييم على طول قبل ما نتكلم، وبناء عليها هنتكلم ونقيم اجمد بيتزا من 1 لـ10 ونشوف مين اللي يكسب في الاخر بدون ما نشوف اي حاجه. جاهزين؟ جاهزين. جاهز؟ جاهز. بيه شيل البتايز يا وائل وانزل لنا بالاطباق. راوند 1 رقم 1. هندوق ونقول على طول 3 التقييم، بس يعني خد وقتك في الدوق. هي دي رفيعه دي. هادي بيتزا مو طبيعيه. ووو حبيب الاعلان ده. ووو بتاع دومينوس في اعلان كده. ووو ايه ده؟ هي دي دومينوس؟ انت كده عرفت يعني؟ لا عامة لا بجد؟ لا انا بقول كده يعني عامة والله العظيم مش قصدي على دومينوس بس عامة والله. بس انا ما عرفتش والله. ايه دي؟ تقييم؟ 3. 3 3 انا اديها 5. 3 انا اول ما شفتها اصلا حسيت ان انا مش عايز اكلها، مش عارف ليه. يا والله. طب هنقول 6. 6 6 مش بطالة يعني. لا ده انا كده عملت حاجه غلط. ما هي 5 انا اديتها 5. انا لسه مصر على التلاته يعني. لو كملت بيتزا بالدي دي يعني اللي هو لو بس اليوم بس هي هي رفيعه يعني. الناس اللي بتحب البيتزا رفيعه. انا ما بتضايقش منها بس هي ما فيهاش جبنه خالص يعني. احساسي بالجبنه. ايه ده؟ هدي فيها جبنه؟ هي مارجريتا معدومه الجبنه. مارجريتا جبنه. بس هم مزودين الصلصه. الصلصه فيها كتير وانا ما بحبش الصلصه. انا شكلي انت اديتها 6 على فكره. بتحب الصلصه. انا بحب الصلصه كتير. طيب قبل ما نروح للبيتزا الثانيه انا عايز العب معاك انت لعبه. إيه؟ مع المشاهدين. إيه؟ انت دلوقتي هتتوقع بعد ما احنا بنخلص كلام وقبل ما نخش البيتزا دي بخبرتك كبتاع بتايز ايه، ومن غير ما وائل يقول صح ولا غلط. الناس هتبقى شايفه اللوجو فوق بالسعر بكل حاجه. طب قول لي. قول لي ايه انت اللي هتقول؟ هو يقول لي بقى لا ما مش هيقول. لا انت هتقول بس والناس هتعرف. بص اعتقد يا مارو هذه بيتزا مو طبيعيه. دومينوس اعتقد. فعلا اعتقد. مش عارف. لا بتهيألي دومينوس. لا اجمد من كده اكيد. دومينوس دي بابا جونز او دومينوس؟ قول انت بقى. انت دومينوس. ماشي اللي بعده. راوند 2 بجد غير انت. يا جماعه بصوا شايفين عامله ازاي. دي جبنه بس جوسي. انا نفسي كنت اطلع في حاله اكل واقول جوسي. اوت اوف نو وير. ولا حاجه. مش اي دي بقى. تقيم ولا تاكل كمان؟ جاهزين للتقييم؟ 3 2 لا ممكن 4 انا نط شويه. عشان دي حاجه بدون ولا طعم ولا ريحه ولا لا شكل. لا بس جبنه. حاسس ان انا باكل جبنه بس. حاجه من حاجتين. يا دي اللي في دماغنا انا وانت عارف وغالبا هي دي. انا متوقع. ايه دي؟ ممكن اقول؟ لا ما تقولش. انت مش بتاع توقعات. انا
متوقع يعني. خلاص احنا قيمنا كل واحد قال تقييمه. قول دي ايه؟ كينج بيتزا كينج. راوند 3 على ايه؟ اصل ساعات لما نزلت انا عارف ينفع عارف عارفها جدا. دي اللي انت ما بتاكلش غيرها دي له اربع اغلبيه. دي اللي اغلبيه الوقت معايا دي. والله؟ دي اللي انا كده عرفت هي. مش شرط. لا مش شرط على فكره، ممكن نكون مشتبهين. لا هي دي بس هي دي ميكس من الاثنين اللي فاتوا. طب يلا ندوق يلا ندوق. هي مطلوبه باكسترا اكسترا، مش عارف ايه من غير الاكسترا دي بتاعت الناس الطبيعيه. ابتدي انا برضو؟ ابتدي انا، انا هقول 7 بجد؟ ما انبهرتش ومش وحشه الحقيقه يعني. ما عجبتنيش خالص. ياه خالص خالص. 2 مثلا. 1 ياه خالص ياه. لا انا عجبتني يا جماعه. لا 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 يعني مش عايز اقول كده، انا مش عايز اقول كده. لا انا عجبتني يا جماعه بجد والله. مع كل انت بتتاكدنا من حاجه وبتاكله هو من حاجه تانية. لا بس انا بصراحه يعني 7 اكلها يعني، بس ما انبسطتش قوي. لا 1 بس يعني. انا 2 عشان يعني. لا قرفان قرفان. بجد ايه ده؟ ايه ده صدمتني؟ انا اتصدمت. اقول ايه دي؟ اقول ايه؟ اتوقع ايه؟ بيتزا هات. هي شكلها بس عيب قوي لو طلعت بيتزا هات. عيب قوي 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 قوي. ده انا العميل رقم 1. مستحيل. بص رياكشن سعيد احلى من اللي كمان قاله. مستحيل مستحيل تكون دي بيتزا. هنشوف الاخر. راوند 4. لا دي احنا ظلمنا. لا انا عايز اعرف ايه ده؟ هو انت جايب لي بجد واحده وحشه ولا هم كلهم كده؟ دي عشوائيه. طيب لا لو اللي في دماغي انا عندي انا لو اللي في دماغي احنا هنقول اللي حصل فينا الاسبوع اللي فات. دي من غير جلد. دي نفس الحركه. انا مش هاكلها. انا اعترض عليها. في الله العظيم يا رب. وبعدين الغدا اتضرب؟ 0. عايز ابوف. لا هي حاجه بجد يا جدعان. ايه يا جماعه؟ شيء مقزز وعيب والله العظيم. لو هي متباعه كده ده يبقى عيب. انت ما وعدتش منك بالله عليك يا وائل عشان ظلم وعشان خراب. هي جايه كده؟ هي جايه برضه عندكم كده؟ ايه ده؟ انا اسف يعني. اتفضل يا بيه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز ابوف وبرضه لغايه دلوقتي. اكل منين ولا حاجه؟ هتديها كام؟ 2 3 3 ياه 3 3 يعني. دي زي ال 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 من الاربعه؟ لا انت كريم. لا انت كريم قوي. انا عايز اقلل بس انا برضه بالراي شعور الناس. عشان بتراعي شعور الناس. انا شعور الناس ايه يا عم؟ انا هديها صفر. ما دول لو الناس يبعتوا لنا حاجه كده يا راجل. طب هم لو بيحترمنا فعلا والله. ايه ده بجد والله؟ لا انا هضم صوتي بصوتكم وصفر. صفر من النقاط. احنا مش بنأثر عليك والله. لا والله يعني انا حبيت بس يعني. اصل انت اديت في واحده عجبتك اديتها 4 فدي قريبه منها كده بواحد. حرام يعني. صح. دي بيتزا كينج بقى يعني. انا اسف على اللي ظلمته قبل كده. طب انت ليه متوقع ان بيتزا كينج هي اللي؟ لان عملوا معايا نفس الحركه دي الاسبوع اللي فات بجد. وعاملين حركه تمويهيه بنت كلب. مش عارفني كده. ايه ده؟ في داخل لقيت محل بيتزا جديد اسمه بيتزا كينجدم وقلت اوه هو هو كوي كينجدم. انا عايز بقى الملكه اليزابيث نازله بقى وهتديها لي وكده. جت البيتزا فلقيت بفتح البيتزا لقيت اساسا على البيتزا بيتزا كينج. قلت الكينج بتعمله بقى. هيقول لي ما لو كلمته هيقول لي كينجدم وكينج ايه يعني احنا كوين. بفتح البيتزا لقيتها مشوهه كده بس مشوهه اكتر بكتير. لا اكتر بكتير. لا دي حلوه قوي جنبها. اللي جات لك. انا بعت لهم صوره قلت لهم يا جماعه انتوا لو انتوا شايفين ان انتوا تقدروا تدوا ده الحيوان حيوان يعني انا الصخره اديها لمايه. وعملوا معاك ايه؟ قام رجعوا لي الفلوس. طب كلمه لا رجعوا كلمه كويسه على اتليست عندكم حاجه. لا يعني استخسروا حتى ان هم يجوا ياخدوه. لا هو خليه. لا 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 ايه ده القرف ده. لا لا خلي الحاجات دي عندك. راوند 5. انا في حاجه انا ما جربتهاش قبل كده. دي غريبه. انا مش مبسوط خالص. لا بس دي عامه الملمس بتاعها اقسم بالله يعني انا متفائل بيه جدا. انا عرفت دي عامه من دي بس من دي. ايه ده بجد؟ اقول ما هو كده كده هقول. لا بقول في الاخر ما تحكمش عليا انا عايز ما تاثرش على رايي. استنى والله اقول. دي حلوه قوي. تصدق انا حكمت عليها من شكلها ودي حاجه مش حلوه خالص. ماشي اقول. طيب اقول ما تقولش الاسم قول التقييم. ماشي 6 7 6 6. قول كده عقبال ما اخد قطمه كمان معلش. 6.5. ياه ايه الحنجة دي يا ابراهيم؟ 6 6 كويس؟
ستة كويس، ستة كويس اهو. انت نفسك قلت ستة. مين غريب بس هي دي بصراحه بامانه احلى واحده انا دقتها من على فكره. انا احلى واحده انا اديها كمان 8 بقى. لا انا عجبتني الاغنيه اكتر واحده. لا لا دي اكتر واحده. هو انا امان انا 8. انت مشيت وراه. انا مشيت ده بيه ملك البيتزا. ملك البيتزا في حد بيعمل بيتزا في مصر؟ دي احلى واحده بصراحه. دي احلى واحده بامانه. اقول دي ايه؟ بابا جونز بجد. اوكي انا انا عايز الثقه دي. هاخد سكينه في واحده في قلبي. حان الان موعد اعلان النتيجه. عرفنا وائل كل واحد اختار ايه واديناها كام وسعرها كام وجت في زمن توصيلي قد ايه الدليفري بتاعهم عامل ايه. بالله عليك اوحش واحده اللي هي الاخيره دي. لا لا كانت قبل الاخيره. كانت قبل الاخيره. قبل الاخيره. ايوه لكن جايه قعدنا وقعدنا نحكي قصص الاخيره دي كانت كينجدم. هو دي كانت دي كانت هو هو دي هو بغبوته بعينه بكله. هو بيتزا كينجدم. بيتزا كينج او بيتزا كينج. عيب يا جماعه بجد والله العظيم انتوا عيب يا جماعه. ما انتوا عشان كده برضو فكره على فكره ان انت يعني بتعمل بيتزا بتطلع اتنين دي مش من فراغ برضه. هي سعرها كام دي يا وائل؟ دي ب 100 جنيه بس لازم تجيب واحده تانية معاها. يعني الاوردر جالي ب 200 اجباري. اجباري. ده انا مش فاهم يا جماعه العرض ده. يعني انت دلوقتي اغلى من كل المطاعم اللي احنا طلبنا منها عشان انت بتديني واحده هديه. افرض انا قاعد لوحدي بجد والله العظيم. واساسا البيتزا ما تتاكلش. ده بتاكلش جايين بقى للموضوع ده بقى. بس اصلا اصلا الفكره من الاول غبيه يعني عشان كده والله. يعني انا عايز حاجه براحتي. انا عايز بيتزا سمول يعني. خد واحده معاك اديها. لا هتاخد واحده كمان هي. لا ومش مثلا هعملها كاوفر اللي هو فعلا مثلا البيتزا ب 100 جنيه وبيجيب معاه واحده دفعه حلوه. فتمام. لا ده انت بتدفعني يلا مستنصح وبتدفعني ثمن اثنين بيبيع اللي عنده. عارف تحس ان هو بيخلص منهم. مش ممكن بصراحه. لا حاجه في منتهى السخافه يعني. احنا مش عارفين نعمل ايه بالثانيه. اكيد اللي جت معاها دي والاكل والطعم والبتاع يعني. لا تعليق. لا تعليق. لا تعليق. يعني الزيته الوحيده انها جت بسرعه. جت في ثلث ساعه. جت في ثلث ساعه عشان مش لا 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 حاجة صعبة جدا 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 بصراحة. عيب. لا انا زعلت والله. نبتدي نعلى شوية سنة صغيرة. نعلى شوية صغيرة. كانت تاني واحدة. ليه تاني؟ بريموس. بريموس دي اللي انا قلت عليها كينج. كبيتزا كينج يعني اقول لك على حاجة. بريموس دي شبه بيتزا كينج زمان. لما كان ممكن ادمية شوية. يعني كانت بتتاكل في المدارس. فاكرين في الاكياس فاكرها؟ فكانت تعدي. سعرها كام يا واد؟ دي ب 100 جنيه. وسعرها مقبول. وجت برضه في ثلث ساعة. وجت في ثلث ساعة ب 100 جنيه وبراحتي. ما مش عليها واحدة زيادة ولازم تاخدها ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. فاشل. فاكيد طبعا بريموس ده اعلى بكتير من بس مش حلوه برضه. ما انا ما اقدرش اقول ان هي حلوه. لا كسعر وكده يعني ممكن. تالت. تالت واحده. هي كانت فعلا تالت واحده. هي بيتزا هوت. بيتزا هوت. بيتزا هوت. طبعا مروان الوحيد اللي اداها 7. انا اللي عليت معاها. انا انا ما ضايقتنيش بصراحه يعني. حسيتها بعد. انا وحشه قوي. انا صدمتني. دي بيتزا هوت. شفت عيب عليك يا بيه. عيب عليك يا بيه. دلوقتي فتره الدروب بتاع بيتزا هوت بالنسبه لي فعلا. وبتقعد فتره طويل. بتبقى كويسه. في ايام. سعرها كام يا وائل؟ سعرها كام؟ دي ب 140. وفي فروع تبقى كويسه وفي فروع تبقى كويسه وفي فروع تبقى وحشه. طيب انا عايز اقول حاجه. انا بحس ان بيتزا هوت حلوه بصراحه اللي معاه فلوس. يعني اللي يقدر يدفع في البيتزايه 250 جنيه تبقى حلوه. ليه؟ لانك هتاخدها تزود شيز تزود ستافت كراست. لو عايز تدلع نفسك ومعاك فلوس هتخلي تقدر تخلي البيتزا بتاعتك بالاضافات حلوه بس هتدفع كتير. هتخش لك في رقم كانك دافع حته لحمه ستيك يعني. النهارده هو مثلا مثال بالنسبه لي ان هي تدل ان هي سيئه. مش بقول لك انها رايي انا الصح. انت النهارده بيس اللي هو ممكن تاكلها عادي ما فيهاش مشكله بس مش بالنسبه لي. لا 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 وحشه. لا النهارده بالنسبه لي وحشه. مش بيتزا هوت يعني. لا وحش قوي عليها يعني. انا طلبتها اخر فتره. لا كانت حلوه يعني. لما فعلا بقول لك بزود فيها شويتين بتيجي مظبوطه بتيجي متكيفه. فده عيب وميزه في نفس الوقت. نعلى سنه كمان بقى. ايوه دي اللي هي اول واحده خالص. اول واحده خالص دي انا قلت انا قلت جبتها صح. عيب عليك يا بيه برضه. عيب عليك. ودي اكتر واحده عجباني. هذه البيتزا مو طبيعيه. لا بس دي اللي كانت متكيف قوي. الاعلان ده بحبه جدا. انا حسيتها مصلصه صلصه. فاكر بقى انا قلت لك ايه وزعلت لما انت كلمت دومينوز؟ ايه؟ قلت لك انا سقطت. كنت قلت لك جبت لي حاجه. الكيس الصلصه. كيس الصلصه يعني برضه للناس. بتاكل كشري من كيس ولا لا؟ لا لا ما هي حاسك بتموت في الصلصه. لا 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 انا هقول لهم انا بحب الصلصه جدا طبعا. بحب اساسا وانا لما بعمل مكرونه اعمل الصلصه كده بمزاج. وتبقى مصيصه اكتر من المكرونه؟ بحب احط صلصه. المهم بس المهم سيبك بس الكلام ده. دومينوز بيتزا فيها حوار جامد جدا لو اي حد عايز يطلبه. حوار انك انت بتطلب صوص البيتزا. يعني انا مره طلبت منهم عايز اكسترا صوص بيتزا على بيتزا بيجيبوها مش اكسترا صوص. فانت اطلب بقى الكيس ده لوحده. انا ليه لما بتعمل كده؟ ليه بعمل كده؟ ليه؟ ايوه ليه؟ لان هي غريبه فعلا. لو انت قلت لهم عايز صوص بيتزا هيجيبوا لك في كاب مثلا عادي. لو ما بيجيبوا لك بكيس
كيس كده وحياه ربنا كيس. عارف كيس الكاتشب اللي هو بيبقى مفتوح زي من الجنب ده وبيبقى قد كده هو حجمه كده وانت بتحط كل ده على البيتزا بتاعتك على كل طب اقول لك على حاجه مش هتجننك ايه بقى انا في مره حطيت كيس كامل على سلايسايه واحده انا جالي حته حمو انت لازم تموت يا حموده غير طبيعيه يعني ده لازم كان ينقلوك على المستشفى تاكل صلصه يعني دي بكام دي ب 120 جنيه بس مشكلتها الوحيده انها جت في ساعه وتلت دي ده لازم تتكلم تعالولي بقى يا دومينو خدت حاجه في الكيس وكده سيبني بقى تعالولي لا تعالوا تعالولي برده انا عندي سؤال بس انتوا عاملين نفسكم مهمين ليه يعني ليه بجد ساعة وتلت مصر كلها بتطلب دومينوز يا جماعة ده ما حدش نسيته أصلا الناس فاتحة يعني بالله عليك بس يعني لا دومينوز بيتزا أساسا فترة وقوع وأساسا برضو الكواليتي بتاعتها قليلة جدا دلوقتي بقت زمان كانت حلوة جدا وكانت بالنسبة لي يونيك كده لا بس في غباء في السيستم لا في غباء في السيستم أولا في التليفون أنت أولا هي مش موجودة على الأبلكيشن احنا بنطلب من أبلكيشنز بدون ذكر أسماء تك تك يجي هي من المطاعم اللي مش موجودة في حتة تمام يا عم أنت عايز نكلمك في التليفون. تليفون تمام حاطط هوت لاين كلمت الهوت لاين يقول لك عايز فرع ايه يحولني يكلم الفرع يا عم انا مش بوصل للوزير يعني في ايه يا عم مشكله كبيره دي بيتزايا وعايز اطلبها ونخلص وتيجي في ساعه وتلت والمطعم هنا طب اقول لك على حاجه بقى سبحان الله انا اول امبارح طلبت دومينوز بيتزا في البيت عندي في البيت فين في اي منطقه في اكتوبر تمام والله العظيم ثلاثة اخد اكتر من ساعتين يا نهار ابيض بس على فكره الميعاد قد كده وهو هنا فيجي في ساعه وتلت اخد ساعتين وقال لي وانا كنت مكلم بقى من خلال الابلكيشن قال لي لا ما هو ممكن يكون بيلبسوا بقى الابلكيشن يقولوا ممكن يكونوا كلمونا متاخر لا يا باشا ده حلها الوحيد ان الراجل اللي بيعمل البيتزايا هو اللي بيوصلها وهو اللي بياخد الاوردر برغم ان سبحان الله دوم بص هي طالعه حلوه رقم 2 يعني احنا اهو بنتكلم على طعمها يعني عجبتنا مش وحش ورقم 1 والاخيره بقى بابا جونز صح الله عيب عليك برضه بابا جونز البيتزا برضه فاهم يعني مش لا حلوه حلوه اخر واحده كانت احلى كانت كل حاجه فيها مظبوطه كده تحس ان انت بتاكل بيتزا نظيفه حاجه حلوه بيتزا انت تفتح نفسك دي بيتزا بس اقول لك على حاجه بيني وبينك بعد ما خلصنا الحلقه كده بيني وبينك دول التوب اللي في مصر تخيل لا ما تخيلش هزعل على فكره نفس لا ما هم دول نفس الكلمه قلناها ايه على الفطير والناس برضو قاعده تتعلق وفي فطير انا عارفين هنعمل جزء ثاني مش ناسيين بس الكواليتي في مصر مش عارف ليه ما بقتش مبهره وحشه تخيل لا انت فاهم يعني ايه مثلا عشان كده النهارده اصريت اطلبها لك من غير اكسترا انت قلت لي كل واحد احط عليه اكسترا قلت لك لا مشكلة. المواطن الطبيعي المفروض يخش صحيح. بيتزا يجيب بيتزا مارجريتا لو بيتزا مارجريتا عاديه يعني بيتزا هات التوب ما هياش واو احب اقول لكم ان هي البيتزا دي جايه معاها جاي معاها صوص جبنة اللي هي بابا جونز دول كرم قوي 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 والله انت ليه بتفنننا ما قلتناش وفي الفلفلايه ورانش انا بحب الرانش بحبها الرانش بقى الفلفلايه دي خطيره والفلفلايه والميه دي انا ما باكلش سبايسي الفلفلايه مش سبايسي جميله جامده عشان كده انا زيك برضو في حوار الشطه وبعدين ايه يعني بزيتها انك تقطب الفلفلايه دي سعيد وتقوم منزل ميتها نزل ميتها لا انا بقى بشفطها الصراحه لا حط اجرب بقى تحطها ايه على كده لازم يبقى كده انت بتحب تشفط اي حاجه اي حاجه كده كان بكام دي يا وائل؟ دي ب 140 جنيه بس جت في نص ساعه يعني دي اغلى واحده زي بيتزا هات سعرهم نفس الثمن بالظبط بس بيتزا هات كده جت قبلها ب 10 دقايق تقريبا بس في حاجه بيتزا كينج كان لازم تجيب منها اثنين عشان تدفع 200 جنيه يعني بيتزا كينج هي اغلى حاجه النهارده دفعناها تخيلوا انتوا بقى اقفلوا انت تبك ليه؟ هي مركزها جت في المركز الكام؟ الاخير انت بتفكر انت لا ما احنا مش محتاجه هذا كان تقييم اقوى بيتزا بمصر مبروك بابا جونز لسه عندنا الجزء التاني مش هتسيب احمد كمان في حاله لو عندكم مطاعم عايزين يا جماعه نعملها الجزء التاني موجود لو عايزين نعمل بيتزا خضار ممكن ينضم عشان هو الراجل فيجيتيريان بياكل المارجريتا والخضار فممكن نجرب تجربه تانيه او اعمل لنا المنيو الخاص بتاعكم في كومنتات هنلعب معاكم لعب جديده الفتره اللي جايه ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وصلوها ترند يا جماعه النهارده معانا بقى احمد كمال وعم سعيد حبايبكم اللي بتحبوهم دايما فاعملوا لنا لايكات عايزين نوصل الحلقه دي للترند رقم 1 في مصر ايوه يا عم مايلو ايوه يا عم مايلو اكتر واحد بينبسط والله العظيم في حالات الاكل بياكل كميه اكل عندك واحده هديه خمسه عندك اثنين واحده ونص نشوفكم في الحلقه الجايه وكفايه ضرب قوي لحد كده
هو انت ليه جبتني في حاله البيتزا اللي بالجبنه بس دي؟ انت عايز انا عايز اكل لحمه، انا عايز اتغذى يا عم. انت عايز تاكل لحمه؟ آه. انا مش عارف ايه يا جماعه، انت ايه وائل في وائل؟ لازم تقول لي ايه وائل في انت فاهم يا سعيد؟ لا كباب وكفته مثلا يعني ما... يعني شكل يستاهل حاجه شبه كده. ما جاش معانا للمشويات، فاكر لما رحنا المشويات؟ انا رجعت اه ده يقول لك انتوا بتاكلوا بتعملوا فيهم كده ليه؟ بتعملوا فيهم ليه كده؟